السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. اخبارك يا شيخنا؟ لعلك بخير. طيب الحمد لله. سؤالين يا شيخنا بعد اذنك. اتفضل. يوم العيد دخل جزار في المنطقه، يعني هو غريب مش من المنطقه، فكانت هدوم عليها دم يعني، فدخل المسجد يصلي، فواحد من المصلين قال له ما ينفعش تخش المسجد وتصلي والهدوم عليها دم. فالراجل قال له مش من المنطقه اصلا، فمعيش الا الهدوم دي. قالوا لا مش هينفع، وخرجوا بره المسجد. هل ده يصح؟ طيب هو كان سيلوث المسجد ولا ايه بالضبط؟ هو كان داخل المسجد يصلي، هو كان ايوه لا بيذبح بيوت جنب المسجد، لما سمع الاذان جه يصلي في المسجد، والهدوم اللي هو لابس عليها دم من الحاجات. يعني في بس جزئيه رتب معي الان، هل كان المسجد سيلوث بملابسه او لا؟ لا ما كانش هيلوث، لان معظم الدم كان ناشف اصلا. الصلاة تصح. الصلاة صحيحة ما فيهاش شيء. الصلاة تصح، لكن الأولى أن يخصص ثوبا للصلاة، لكن أنت تقول إنه غريب. مش من المنطقة. الله يبارك فيك.